لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى، أو يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام. هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك. وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقاء يوسف في الجب، وهم يمكرون به، ولكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي، أي بجانب الوادي الغربي الذي كلم الله فيه موسى، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وقال أو إلى أن قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وقال تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقال تعالى في شأن آدم والملائكة وإبليس: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. تضمنت هذه الآية الكريمة عدة فوائد. الآيات، سورة يوسف نزلت بعد فيما يذكر أنه بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة، في عام الحزن الذي اشتد الأمر فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه حاول الذهاب إلى الطائف وذهب إلى هناك ليجد من ينصره على الإسلام ويعني يؤيده على ذلك، فما كان منهم إلا أنهم أغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم يرمونه بالحجارة منفردا منكسرا صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، ودعا ربه واشتكى له سبحانه وتعالى. فنزلت هذه السورة التي تضمنت أنواعا من الكرب على يوسف، ثم أعقبها مباشرة التمكين الأولاني بعد أن ألقوه في الجب، ثم بيع رقيقا بأحوال عمالة تزداد شدة، وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه رقيقا، والذي اشتراه من مصر كان عزيز مصر. قال وربنا ألقى حب يوسف في قلبه حتى قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف، بدل ما كان واحد ياخده يعني يشغله بقى ليل ونهار، تخيلوا واحد ياخد عبد في ذلك الزمن البعيد،
يعني يعمل فيه اللي هو عايز يعمله، ما حدش يتكلم معاه. فربنا قدر ان سيدنا يوسف ياخده ومن يعامله كايه؟ كولده. وفي نفس الوقت حياه سهله في قصور بقى بعد ما كان في البلد، وبيعامل على انه ابن. فكان التمكين الاول بعد البلاء الالقاء في الجب، والتمكين الثاني بعد السجن، بعد ان باقي في السجن بضع سنين ظلما وعدوانا، وقدر الله عز وجل ان يخرج مباشره الى التمكين. فكذلك انت يا محمد سيمكن لك ولو بعد هذا الضيق الذي حدث لك، كما مكن الله عز وجل يوسف. ثم هذا الامر الثاني، الفائده الثانيه، ان ذلك من دلائل النبوه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بالغيبيات التي ما كان يعلمها هو ولا قوم. قال كما قال تعالى تلك في قصه نوح: تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر ان العاقبه للمتقين. وده امر لكل عباد الله المؤمنين بالصبر والثبات واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هذه الاخبار، واتى بها على احسن تفصيل، على افضل ما يصلح احوال القلوب والاعمال والاخلاق. يبقى الوحي مش مجرد قصه، دي اخبار غيب متضمنه للاحوال الايمانيه العظيمه وتعليم الايمان والاسلام والاحسان. فلذلك كان ذلك من معجزات النبوه الظاهره. وفي هذه الايه بيان عاقبه المكر السيء، والفائده الثالثه عاقبه المكر السيء، لانهم اجمعوا امرهم، خلاص ما ترددوش بعد اختلافهم اول مره هل يقتلوه او يطرحوه ارضا. فكتب الله عز وجل له النجاه من ذلك بما القى في قلوبهم من ان الالقاء في غيابه الدب يلتقطه بعض السياره هو احسن الخيارات. فكان من مكر الله بهم ان فعلوا ذلك ومكروا، وقدر الله عز وجل ان يكون ذلك سببا لعلوه عليهم وارتفاعه والتمكين له. فهذا دليل على انه مهما اجمع اهل المكر واهل الفساد لاهل الخير والايمان، فاهل الايمان لهم اسوه حسنه في يوسف صلى الله عليه وسلم واخوانه من النبيين، في ان الصبر عاقبته محق مكر السوء. وهكذا فعل الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد قليل من عام الحزن فتح الله عز وجل عليه المدينة ببيعة العقبة الصغرى ثم الكبرى، وبهجرة أصحابه إليها، وتأسس دولة الإسلام في المدينة. وقوله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، رغم الآيات التي أعطيناك ودلائل النبوة، فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله يقرر تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسوله، وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم، ومع هذا ما آمن أكثر الناس. ولهذا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بهم. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن زايد الطبري، يقول جل ثناؤه: وما أكثر مشركي قومك يا محمد ولو حرصت على أن يؤمنوا بك فيصدقوك ويتبعوا ما جئتهم به من عند ربك
بمصدقيك ولا متبعيك. هذه قاعدة كلية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن أهل الحق دائما قلة وأهل الباطل كثرة، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: وما آمن معه إلا قليل. قضية قلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل محنة يمتحن الله بها عباده المؤمنين، ويجعلها آية من آيات ربوبيته، لأنه رغم قلة أهل الإيمان إلا أن الله ينصره ويؤيده. ثمرة هذا العلم بقلة من استجاب للأنبياء وكثرة أهل الباطل أن يكون الإنسان غير مقلد للكثرة، يعني لا يبني أمره على أن كل الناس تفعل ذلك، بل هذا الأمر مبني على الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله. اتباع يكون مبنيا على الحق لا على ما حولنا من كثرة. عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وكل منهما فائدة عظيمة من فوائد هذه الآيات: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن وده الواقع إلى يومنا هذا، إن أهل الإسلام أقل رغم انتشار الإسلام في المشارق والمغارب، إلا أن هذا الأمر ما زال الكفر أغلب وما زال الكفر أكثر، وهذا يجعل العبد يتحرر من قضية التقليد الأعمى للكثرة. إنما العبرة باتباع الحق الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عدم الزهد في القلة، يعني لما تلاقي واحد بس هو اللي بيستجيب للحق مثلا، مع إن إحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى أهل الإسلام فيهم خير كثير، وسرعان ما يستجيب للحق والخير الذي أمر به، ومع ذلك فلا تزهد في واحد. وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب في غزوة خيبر، قال: انطلق على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام وأبلغهم بحق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني من أغلى أنواع الإبل، هداية رجل واحد أفضل من كل الأموال. وهذه المسألة يعني لو تأملناها في قصة أصحاب الأخدود، رأينا أن الراهب علم غلاما واحدا، لكن كان في هذا الغلام سبب هداية الأمة كلها، كل قوم آمنوا بدعوته إلى الله عز وجل ثم بتضحيته في سبيل الله، أن يعني جعل الله عز وجل له آية في أن الملك لا يستطيع قتله إلا بما يأمره هو به، مما أدى إلى إيمان الناس. ولو دخلوا النار في الدنيا أحرقوا أصحاب الأخدود إلا أنهم نجوا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول عدم الزهد في القلة، يمكن واحد بس تدعوه إلى الله يصبح إماما في الخير يقتدي به الناس جميعا. قال تعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قال أبو جعفر ابن جرير: يقول تعالى ذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما تسأل يا محمد هؤلاء الذين ينكرون نبوتك ويمتنعون من تصديقك والإقرار بما جئتهم به من عند ربك، وما تسألهم على ما تدعوهم إليه
من إخلاص العبادة لربك وهجر عبادة الأوثان وطاعة الرحمن من أجل، يعني من ثواب وجزاء منهم، بل إنما ثوابك وأجر عملك على الله، يقول ما تسألهم على ذلك ثوابا، فيقول لك إنما تريد بدعائك إيانا إلى اتباعك لننزل لك عن أموالنا إذا سألتنا ذلك. وإذ كنت لا تسألهم ذلك، يعني وإنت والآن أنت لا تسألهم ذلك، فقد كان حقا عليهم أن يعلموا أنك إنما تدعوهم إلى ما تدعوهم إليه اتباعا منك لأمر ربك ونصيحة منك لهم، وأن لا يستغشوك، يعني لا يرونك قد غششتهم، لا ينسب إليك أنك قد غششتهم وأنك كتمت النصح حتى هلكوا. يوم القيامة يظهر لهم الحق ولا يستطيعون أن يقولوا لم يبلغنا. قوله عز وجل وما تسألهم عليه من أجر دليل على أن الداعي والمعلم والعالم والمفتي لا ينبغي أن يأخذ أجر من الناس على ما يقدمه لهم من دعوة أو من تعليم العلم، وذلك كما ورد في الأثر يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. فكل العلم الذي يعني استوصت به هذه الأمة أدي مجانا في طبقاته كلها، يعني الأول الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة والصحابة علموا التابعين، حد كان بياخد أجر؟ حدش كان بياخد أجر. الإمام مالك مثلا بعد ذلك الأئمة الكبار عمل الموطأ بكام؟ الإمام البخاري عمل صحيح البخاري بكام؟ مين اللي كان بيدفع؟ كانش موظف، بل يتكسب بقى بشق الأنفس ويصرف على نفسه ويرحل الرحلات الطويلة. الإمام الشافعي في الفقه العظيم ده كم أخذ؟ كم كان يأخذ في دروسه على تلامذته؟ ما فيش ولا واحد كان بيأخذ أجر في أجيال الأمة العظيمة. الأئمة الأربعة أصحاب الصحيح البخاري ومسلم، أصحاب السنن، وذلك لأنهم رأوا منة الله على المسلمين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تصل إليهم كما تلقاها الصحابة مجانا أيضا. كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا كلما ابتعد عن أخذ الأجرة، وهناك فوائد فيها سنذكرها مرة أخرى إن شاء الله غدا إن أحيانا الله عز وجل، مع قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.